لأول مرة بالمغرب شركة عقارية تجارية عالمية مختصة ببيع وشراء وكراء العقارات ببرستيج حضاري عالمي والأشغال العقارية بكافة أنواعها. شركة تأسست بالمملكة المغربية والمكتب الأم الرئيسي بمدينة القنيطرة جهة الغرب شراردة بن حسن. فادي أبو لغد هو مؤسس ورئيس الشركة، يستقبلكم وبمساعدة فريقه بالعمل ليوفر لكم أحسن وأجود التعامل الحضاري ببيع العقارات بالمملكة المغربية. خدمات الشركة: بيع وشراء وكراء العقارات، الإصلاح والتجديد العقارات، تأتيت الإدارات والمحلات، الخدمات العقارية بكافة أنواعها، الاستقبال والتعامل مع الزبون. شركتنا تعمل طوال أيام الأسبوع حتى يوم السبت والأحد، وتفتح أبوابها من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، وذلك لتسهيل على الزبائن الحضور إلى شركتنا في المواعيد المناسبة التي تسمح لهم من غير أن يكونوا ملزومين بأي عمل. يتم استقبالهم في الأول من طرف السكرتارية لتقوم بواجب ضيافتهم على أكمل وجه، ولتعرف منهم العقار المطلوب أو لتريهم جميع العقارات والمعلومات الكافية، ولتعرف منهم كل متطلباتهم ورغباتهم من نوع العقار والمنطقة والسعر. ومن بعد يتم استقبالهم من طرف مؤسس والمسؤول عن الشركة ليعطيهم باقي التفاصيل ويقنعهم بإيجابيات ومميزات العقار المطلوب. وإذا وافقوا واختاروا العقار نحدد لهم موعد مع صاحب العقار ليناقشوا ويتفقوا على ثمن الشراء وآلية البيع. جماعة من بدون شقة للكراء وبأسعار سعر يكون مناسب بحيث انه يسكنوا فيها كطلبي، وهذا قلت لهم انا عليها شحال الثمن وشحال الموضوع اللي بيطلع. بالنسبة لانه تم الاتفاق هاي هون نسخة العقود الموجودة. دابوغ سوي لي بيانفوني، مرحبا بكم. ثاني حاجة دوزيامون Je suis prêt à vous faire confiance. Parce que vous êtes des Africains, nous sommes des Africains. Donc nous sommes frères et nous appartenons à un même pays. Donc soyez tranquille, vous serez tranquille dans votre second pays qui est le Maroc. La Guinée équatoriale, etc. C'est comme des pays frères. Alors pour le reste, je suis d'accord de faire أهم شيء في آلية العمل بشركتنا هي المصداقية في التعامل الصادق والجيد والسمعة الطيبة وعدم إهدار وقتهم الثمين. ويتم نقلهم بسيارة الشركة مجانا لمشاهدة العقارات. التسويق الإلكتروني: بالإضافة إلى التسويق التقليدي، تعتمد شركة النجم الذهبي لتجارة العقارات والتجارة العالمية على التسويق عبر الإنترنت الذي يشهد إقبالا لافتا على الصعيد العالمي باعتباره وسيلة مقبولة وسريعة لبيع وشراء العقارات ومواد بنائها. وتعمل شركة النجم الذهبي على ثلاث نقط في التسويق الإلكتروني. النقطة الأولى: أسست الشركة موقع إلكتروني خاص ببيع
وشراء وكراء العقارات ببرستيج حضاري عالمي بالمملكة المغربية مدينة القنيطرة جهة الغرب شراردة بن حسن، وقريبا بكافة أنحاء المدن المغربية وفروع للشركة بالدول العربية والأجنبية. اسم الموقع www.gsit.info، والموقع مصمم لتصفحه باللغة العربية والفرنسية، ويتضمن معلومات وصور وفيديوهات للعقارات الموضوعة للبيع والكراء لتسهيل تسويقها للزبائن في مختلف المناطق الوطنية والعالمية. النقطة الثانية، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للشركة، نتوفر على مجموعة من المواقع الخاصة في مجال الإعلام الاجتماعي كجوجل بلس، بالفيسبوك وتويتر ومواقع أخرى التي نقوم بتنشيطها بشكل يومي والتي تساهم في تضاعف عدد الزبائن الجدد وميزة الوصول المباشر إليهم وتسويق العقارات بشكل يومي لتذكير الزبائن بعروض الشركة، مما يساهم بتسريع عملية التسويق والبيع. النقطة الثالثة، تتعاقد شركة النجم الذهبي مع مجموعة من أكبر المواقع سواء المختصة بالبيع والشراء كأفيتو وبخير، أو المختصة بالبيع والشراء العقارات كمباوب ومواقع أخرى، لترويج العقارات بشكل يومي لاستهداف الزبائن الراغبين في الشراء. ومن خلال هذه النقاط سنكون قد استهدفنا كل من يرغب بشراء أي نوع من العقار في مناطق مدينة القنيطرة وغيرها من المدن المغربية، وأيضا نشجع الناس في مختلف مناطق المغرب والعالم بفكرة شراء عقار والاستقرار بالمملكة المغربية كافة، مع إقناعهم بحضورهم للمغرب للاستثمار. التسويق التقليدي، شركة النجم الذهبي تقوم بتطبيق لتقنيات واستراتيجيات تهدف إلى زيادة مبيعات العقارات من خلال الإعلانات في الطرق والصحف والمجلات، بالإضافة إلى المطبوعات الورقية كالبروشورات وبكافة سبل الإعلام. تستعد الشركة لتأسيس جريدة ورقية خاصة بالإشهار مجانية تصدر كل أسبوع بالمملكة المغربية، تصل لكل أفراد المجتمع المغربي عبر التوزيع عن طريق مندوبين للشركة.